انا رمضنت عليه عادي بفانوس من الفوانيس اللي بعملها بالفوتوشوب اللي هي المتحركة دي، وكتبت عليها اسمه كل سنة وانت طيب يا اخويا، كل عام وانت بخير. لقيته تاني يوم فاجئني بالهدية الجميلة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعيني ومتابعي قناة يوميات دودو، كل عام وأنتم بألف خير. طبعا عارفين إن أصدقائي القدامى عارفين إن دوت أول رمضان في شقتي الجديدة، أول رمضان يعدي عليا في شقتي الجديدة. اللهم بلغنا رمضان سنين عديدة. طبعا فوجئت إن أخويا فاجئني تاني يوم رمضان بالهدية الجميلة ديت، حقيقي فعلا أدخلت السرور على قلبي وأبهجتني جدا. هي هدية يبارك لي فيها بالمنزل الجديد، وفي نفس الوقت برمضا عليا زي ما بنقول، أو بيقول لي كل عام وانت بخير يعني بطريقته. تعالوا كده نشوف مع بعض الهدية وإن شاء الله تعجبكم زي ما عجبتني. طبعا اللي هي جاية ملفوفة في الشنطة دي كده، ومكتوب على الورقة اللي كانت ملفوف فيها طبعا مكتوب عليها عمته. طبعا واضح الهدية واصلة من مين. الهدية وصلتني من اخويا شقيقي الكبير، ربنا يبارك فيه يا رب ويديمه. الهدية ديت زي ما انتوا شايفين كده مكتوب عليها منزل مبارك رمضان كريم، يعني هي تهنئة بالمنزل الجديد وكمان تهنئة بحلول شهر رمضان المعظم. يمكن الناس تستغرب شوية الهدية دي عبارة عن ايه، يعني عايز اقول لكم ان دوت فانوس غير تقليدي. فانوس، ايوه هو فانوس بالظبط كده بينور، هنشوفه مع بعض دلوقتي هو بينور. طبعا الشغل الحفر دوت على الخشب، تمام. هي فكرته جميلة جدا في الحقيقة، يعني هي اشبه ممكن تعرفوا انتوا بيت الضوء اللي بيتعمل فيه كديكورات في المنازل في الاسقف وكده، هي تقريبا نفس الفكرة. طبعا بيشتغل هو كده بالبطارية مش بالكهرباء من هنا، تمام. وفي هنا لمض ليد اهو زي ما انتوا شايفين، طبعا بس هو مش هيبان دلوقتي لان انا مشغله الفلاش ومشغله الكهرباء علشان التصوير. هصور لكم الصوره بعد ما اطفي الانوار، بيبان شكله جميل جدا في الحقيقه في الضلمه. عباره عن اللمض الليد الصغيره ديت كلها داير ما يدور كده ملونه، لما بتتحط طبعا في المكان بتدي بهجه جدا وراحه نفسيه كبيرة جدا جدا جدا. حقيقي هدية يعني عايز اقول لكم قيمة رائعة مبهجة، اسعدتني فعلا بكل المقاييس. بجد بشكرك يا اخويا، جزاك الله كل خير وكل عام وانت بألف خير يا رب، وربنا يمتعك بالصحة والعافية ويديمك لينا. تعالوا بقى شوفوا المكان اللي انا هحط فيه فانوسي الجميل دوت. انا هختار له احسن مكان في الشقة عندي. بسم الله هحطه هنا على البوفيه، يزين لي وينور لي مدخل البيت. شايفين جماله؟ جميل جدا جدا، يعني كلمة جميل او وصف جميل حقيقي يعني شوية عليه يعني. برضه هصور لكم بقى صورته وهو في الضلمه كده علشان تشوفوا قد ايه في الضلمه بيبقى شكله فعلا مبهج. هو ما فيهوش صوت ولا اغاني ولا موسيقى ولا حاجه، هو بس كده مجرد الاضاءه الهاديه الجميله دي. عايز اقول لكم الاخوات نعمه في حياتنا بجد، والاخ الحنين رزق زي ما بيقولوا. لما يكون الاخ كده الاخ الكبير تحديدا بيعرف واجباته كويس وبيصل ارحامه وبيود اخواته، حقيقي بجد شيء جميل جدا ومبهج جدا. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وسلاكم، القاكم ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.